السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات مسرحياتنا. هنتكلم عن مسرحية كوميدية اسمها العيال كبرت. مسرحية العيال كبرت هي مسرحية كوميدية تم تصويرها في عام 1979 بعد عرضها لأكثر من 3 سنوات من بداية عام 1976. القصة باختصار شديد، عائلة رمضان السكري مكونة من 3 شباب وفتاة وزوجة طيبة للغاية وزوج طفح به الكيل. يفقد رمضان السكري اللي هو حسن مصطفى الأمل في صلاح أولاده وعائلته، حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالم خاص به. يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى. يعلم كمال اللي هو أحمد زكي ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ إخواته سلطان اللي هو سعيد صالح، وعاطف اللي هو يونس شلبي، وسحر اللي هي كانت نادية شكري من أجل منعه من الزواج. بيتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع، لكن بيكتشفوا أن إنقاذ العيلة بيتطلب أكثر من ذلك بكثير. مسرحية العيال كبرت كانت بطولة سعيد صالح، كان بيعمل دور سلطان، ويونس شلبي كان بيعمل دور عاطف، وأحمد زكي كان بيعمل دور كمال، وحسن مصطفى كان بيعمل دور الأب رمضان السكري، كريمة مختار كانت بتعمل دور زينب، ونادية شكري كانت بتعمل دور سحر بنت رمضان السكري. شخصية الأم زينب مع بداية عروض المسرحية كانت بتؤديها الفنانة نبيلة السيد، والتي استمرت في تقديمها لمدة 3 سنوات ثم اعتذرت عن تكملة المسرحية لتحل محلها الفنانة كريمة مختار، وتم تصوير المسرحية بها. وأيضا طوال عروض المسرحية كانت الفنانة مشيرة إسماعيل هي من تقوم بدور سحر، لكن عند التصوير التلفزيوني مرضت، فاستعان المخرج سمير العصفوري بالفنانة نادية شكري لكي تقوم بالدور أثناء التصوير. مسرحية العيال كبرت كانت إنتاج سمير خفاجي، وتأليف بهجة قمر، وإخراج مسرحي سمير العصفوري. مسرحية العيال كبرت.